الزوجين المشهورين زوج ممثل ونجم هوليوود الشهير وهو جورج كلوني، والزوجة محامية لبنانية أو ناشطة حقوقية، وطبعا هي أمل عالم الدين. تعتقدوا بقى بيتهم هيبقى عامل إزاي؟ تعالوا نتفرج على العزبة الخضراء على نهر التايمز والقصر الكبير الكلاسيكي بلمحات كونتمبوري. اليوم نحن في جولة في منزل النجم العالمي جورج كلوني وزوجته المحامية الدولية أمل عالم الدين. هنا يعيش جورج وأمل كلوني حياة خاصة، يعيشون بشكل مريح بعيداً عن أعين المتطفلين في قصرهم في الريف الإنجليزي. المنزل أو القصر يعد عقاراً تاريخياً على جزيرة مساحتها 4 أفدنة في وسط نهر التايمز. قام الزوجان بعمل عملية تجميل لقصرهما المترامي الأطراف، حيث قررا تركيب سينما خاصة بهم وحمام سباحة جديد تماماً وشرفة كبيرة مناسبة لإقامة مناسبات سعيدة. الأرض المحيطة بالقصر خصبة وخضراء بشكل لا يصدق، في حين أن المنزل نفسه هو أعجوبة أرستقراطية تليق بنجم هوليود وزوجته. تلتف أشجار الكروم حول المنزل وتحيط به المناظر الطبيعية الإنجليزية الخلابة. أما داخل المنزل فتضفي الأرضيات الخشبية والتشطيبات الرخامية والديكورات الداخلية الأنيقة على المساحة الفخمة شعوراً بالانتعاش. تفاصيل الداخل كثيرة، مثل الأرضيات الخشبية الصلبة المتعرجة والتاج المزخرف والمدفأة ذات المظهر الأرستقراطي في غرفة الجلوس. يختار كل من أمل وكلوني ظلاً من نبات المريمية، مما يعزز بذكاء اللون الأخضر المورق في الهواء الطلق. في الحمام يوجد دش زجاجي أنيق وحوضان مستقلان محاطان بألواح من الرخام الأبيض. النجم والمحامية يعيشون في 4 أفدنة من الحدائق البكر للاستمتاع بها.